خلينا نقول شخص مبدع ما عنده اساسيات زين يبتدي خياله واسع ويعني ويتطور بيوصل لي مثلا خلينا نقول هاي السلم مال التطور زين هاي ليفل 100 زين خياله واسع ويخربط ويرسم اوكي بينج بيوصل عادة يعني شيء لهني شيء خربوطي زين ليه هاي الليفل خلينا نقول ذي الليفل مثلا 20 مثلا بس شيء اي كلام اوكي بيتعلم الاساسيات بحس ان الاساسيات تقلل من الفن ماله لان شنو الاساسيات شنها رياضيات لا ان كل شيء بروسبكتيف كيوبز الاساسيات شنو ذي بورينج زين لكن اذا تعلمت هالاشياء شنو بيصير؟ بيصير انك لين تشوف مثلا سبيس شيب اوكي لين تشوف مثلا نمر او اسد او اي كائن حي زين اوكي لين تشوف مثلا يعني انسان او whatever جندي زين لين تشوف مثلا سيارة اي شيء اي موضوع بس بالعمل قاعد اعطيك مثلا زين اوكي لين تشوف هالاشياء you are not intimidated شنو يعني انت ما لين تشوف هالاشياء ما تقول بال شلون ارسم ذي ليش لانك انت في مخك تشوفهم ترى ما تشوفهم سيارة ما تشوف لا انت تشوفهم ترى شيبس الاخير هاي شكل هندسي يعني اقدر اني احوله لشكل هندسي زين اقدر اني يعني اذا بسهل اقدر اسوي برسبكتيف بالشكل عرفت هاي نفس الشيء هاي ترى يعني هاي نفس الشيء شكل هندسي ترى زين وهلم جرة اوكي فانت once you can see it في هالموضوع بياخذ منك وقت يعني اوكي ما هذه النقطه اللي تبي توصلها ما نفهم النقطه اللي تبي توصلها الحين ياك زين فانت تشوف ان كل شيء يتكون من basic shapes الفنان يبي يعبر انه هو فنان كبير انا فنان ابي افكار جديده ابي اسوي اشياء عظيمه واو المشكله العوده في ذي شنو مشكله العوده انك انت تبي تطلع افكار جميله واشياء جديده واي بيز واخترع عوالم جديده وشخصيات جديده مشكله انك لو شنو افكارك حلوه لو شنو انت عظيم اذا ما عندك الاساسيات بتشوفك ليفل 20 زين يعني افكار اوكي حلو افكارك حلوه ما شاء الله لكنك ما تعرف توصلها ما تعرف ترسم ما تعرف تتكلم اللغه انت ما تعرف تتكلم اللغه انت بس عندك افكار مثل ما كل طفل عنده افكار يعني انا ولدي عمره 8 سنوات مثلا يقدر يعني مثال يعني زين ولدي بيرسم الله عالم مرشنو وذي الله واو ما يعرف يرسم اوكي ما لها قيمه الفكره ما يعرف يتكلم اللغه الأساسيات بترفعك ليه هني مثلاً ليه ليفل 60 مثلاً أوكي الأساسيات بترفعك من ليفل 20 لليفل 60 شو اللي بيوصلك لليفل 100 اللي يوصلك لليفل 100 إنك تدمج بين العلم والفن أفكار الياهل ذي ولدي أفكاره جميلة أفكاره مخيلة واسعة ما لها قيمة لأنه ما عنده سكيلز بالأساسيات بالسكيلز زي تقدر مع الخيال الواسع ودراسة الموجودة أنا ما تحتاج إلى خيال واسع 100% ما تحتاج إلى خيال واسع مثل ما تظن ترى العالم مشحون والتاريخ مشحون والناس يعني الشكل مو طبيعي فبالخيال وبالدراسة التاريخ والحضارات وكل شيء تقدر توصل إن شاء الله من ليفل 60 إلى ليفل 100 أوكي ف الفنان والتعبير خله متأخر شوي تعلم الأساسيات أول هاي أهم مرحلة التعبير والأفكار العظيمة بتجي عقب لين كبرت
لأن عندك السكيلز. يعني شوف هاي الفكرة ما لها قيمة لو كانت فكرة فقط. السكيلز to back it up. تتكلم اللغة، تعرف اللايت اند شادو، تعرف تظلل، تعرف تخلي الكومبوزيشن صح، تعرف، هاي هو اللي بيعطي الرسم قيمة جدا أكبر مع الأفكار. يعني هني إحنا هني أنا ما رسمت شيء من مخيلة، ترى أفكار مشينا على ثيم World of Warcraft وبحثنا عن أشياء حقيقية اللي هي الرومان، فما سوينا شيء من المخيلة أبدا، ترى كلها دراسات وأشياء موجودة وبحثنا عنها وعقب دمجناها كلها وسوينا شيء جديد. كل الأعمال العظيمة اللي تشوفها في الحياة، كل شيء، لايون كينج، ديزني، براذر بير، أي عمل تحس أنه عظيم، ستوديو قبلي، عادة يكون وراها دراسة وبحث عن مثلا الأسود أو الدببة أو whatever، سنين، 3-5 سنين من البحث ودراسة، ويروحون المنطقة نفسها، ألاسكا يروحون، أو منطقة شي في مروين في كندا، في مروين يروحون بس يدرسون، أو يروحون أفريقيا يدرسون الأسود عشان they make something that is believable. فكل شيء في الحياة يحتاج أنك أنت عندك الأساسيات وتدرس الحياة الحقيقية شلون، وعقب تقدر تسوي شيء تعرف أنه لا وزن.